الأمم المتحدة من جديد في دائرة الاتهام بعد حديث الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن تقليل تقرير المنظمة في بداية العام الجاري لأعداد المحاصرين إلى الربع، ما يناقض الواقع بشكل صارخ، فيما يقدر عددهم بنحو 2 مليون شخص في 14 منطقة. الشبكة أكدت مقتل 786 شخصا نتيجة حصار قوات النظام لمناطق في محيط دمشق وحمص منذ بداية الثورة، فيما لقي 6 أشخاص مصرعهم نتيجة حصار تنظيم الدولة لدير الزور. كما تحاصر قوات سوريا الديمقراطية مدينة منبجبري في حلب، وهي مناطق يجب أن تذكرها تقارير سفير الأمم المتحدة في دمشق. تقارير الأمم المتحدة الشهرية لمجلس الأمن تعتبر منطقة الغوطة الشرقية منطقة محاصرة، وهذا التقرير يذهب إلى مجلس الأمن في كل شهر. التقرير الحقوقي تحدث عن مغالطات المنظمة الأممية في قضية الحصار، مشيرا إلى أن المنطقة التي يحاصرها النظام تعاني من صعوبات وتحديات أعظم بأضعاف مضاعفة مما تعانيه مناطق تحاصرها جهات أخرى، ويتمثل ذلك بشكل رئيسي في عمليات القصف والقتل اليومي والتدمير والمجازر. ومن المغالطات أيضا أن المنظمة الدولية تدرك أن النظام وحلفائه لديهم طائرات ألقت مساعدات على دير الزور والفوعة، فيما لا زالت الأمم المتحدة تعتمد على الهلال الأحمر كشريك أساسي في سوريا، ما أدى إلى توزيع الغالبية الساحقة من المساعدات في مناطق سيطرة قوات النظام. حال السماء منشئة، عرفت شلون؟ كل سيارات فاضية، ليش نحكي؟ عرفت شلون؟ هاي المساعدات على أساس مفوتينا وجايبينا، كل 10 كراتين كل واحدة فيها، 15 كرتونة كل سيارة فيها. كما أن الأمم المتحدة كبرى المنظمات الدولية لم تصدر تقريرا حول المناطق المحاصرة، بينما يعمل النظام على إدلالها ويشترط عليها للسماح لها بإدخال المساعدات للمحاصرين. منظمة الأمم المتحدة لم ترد على هذه الانتقادات التي سبقتها اتهام أكثر من 60 منظمة غير حكومية للمنظمة الدولية بالانحياز للنظام للحفاظ على مكاتبها في دمشق غير مكترثة بمصير المحاصرين.